جاتية اليسرى لكازورلا، خطير جدا، خطير كازورلا، دائما عنده الكرة، يلعبها بهيلة ممتازة، اوه يا كوني، اوه الهدف، جول فياريال، يفتح مجال التسجيل امام الريال بعد 7 دقائق لعب في سانتياغو برنابيو بمدريد. هدف رائع جدا من كاني الذي يضيف هدفه نعم كاني المتألق يضيف هدفه الثاني هذا الموسم بامتياز وببراعة بعد مرور 7 دقائق لعب بعد خلل فادح على مستوى خط وسط دفاع الريال. هاي إعادة انطلق كازورلا بامتياز، يمرر لروسي بدوره لكاني، يسجل بامتياز مفتتحا مجال التسجيل أمام إيكير كاسياس الذي لم يحرك ساكنا. هدف للصفر لفيا ريال أمام الريال في سانتياغو برنابيو. قلت لكم بأن المباراة هذه ستشهد أهداف كثيرة من دون شك، وهذا هو أولها منذ الدقيقة 7 من انطلاقة المباراة. تدير تتاح سيرجيو راموس، يوصل على كريم بنزيما على الجهة اليمنى بحاجة لمساعدة، كريم دائما يوصل على أوزيل، انطلاقة اليمنى، هيلة من أوزيل، هيلة من أوزيل، هيلة لكريم بنزيما، أوه الهدف، جول للريال. 9 دقائق لعب، هدف لهدف بين الريال وفياريال. يا سلام على هذا الهدف وهذه الروعة من كريم بنزيما لأوزيل بدوره لرونالدو، أول أهداف المباراة للريال، الهدف رقم 20 بالنسبة لكريستيانو رونالدو الذي يبقى هداف الموسم. وأي هداف ببراعة وبامتياز في الظروف الصعبة، رونالدو يقول أنا موجود هنا لإنقاذ الريال. حكم المباراة انه يصفر وضعية التسلل هنا ببضعة مليمترات، ولكن يا لها من تمريرة رائعة، يا لها من تمريرة رائعة من اوزيل، حطها على طبق مباشرة لكريستيانو رونالدو، قال له خذ كل على طبق. دون خطأ الذي يرتكبه الريال هو عندما يخرج روبن، با 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 روبن يضيف الهدف الثاني لفياريال. في وقت كنت سأقول بأن الخطأ الذي يرتكبه الريال هو الدفاع المتقدم عندما يخرج ويترك المساحات ويترك مهاجمي فريق ريال مدريد. فياريال يلعبون كما يشاءون ويعبثون بدفاع الريال. روبن خرج من المراقبة وانطلق وسجل هدفا ثانيا. 3 أهداف في 18 دقيقة. هل واحد منكم مشاهدي الأفاضل كان يتصور هذا السيناريو؟ ابدا ابدا ولا واحد كان يتصور السيناريو. معذره فاتتني اللقطه، لم اقدر على الحكم على اللقطه ان كانت فيها وضعيه تسلل ام لا. هائله التمريره كانت بواسطه المتالق برينو بامتياز لروبن الذي عاده لا يضيع كرات مثل هذه في وضعيات مثل هذه. يا للروعه ويا للبراعه. الشوط الاول هدفا لهدف لفياريال، رونالدو وتشابي الونسو في تنفيذ هذه المخالفة. 5 لاعبين فقط من لاعبي الريال، صاروا 6 الآن، 7 من هناك، عناصر في الريال كلهم تقريبا في منطقتهم ما عدا روسي. جول ريال مدريد يعدل النتيجة بفضل رونالدو عند الدقيقة الأخيرة من الشوط. يا له من مباراة، ويا له من رونالدو ومن تشافي، يا له من ريال يعود في اللحظات الأخيرة، حتى تشافي فوق رأس كريستيانو رونالدو. ريال مدريد يعدل النتيجة أمام فياريال بروعة كريستيانو رونالدو، يسجل بالرأس وبالقدم وبالصدر. دائما مع رودريغيز، يرجع لرونالدو، ترجع لكاكا ثانية، لا رونالدو موجود في القائمة الثانية. هيدا يا كريم، لا ضيعت الكرة، الهدف، جول رونالدو. الريال 3 فياريال هدفان. يا له من هدف كريستيانو رونالدو بثلاثية يضيف الهدف الثاني والعشرين. يا له من كرة ويا له من هدف. فياريال مغاير تماما لفياريال الذي شاهدناه خلال المرحلة الأولى. الإرادة والرغبة والعزيمة والحرارة اللي يتمتعوا بها لاعبين الريال هي التي سمحت لهم بالعودة في النتيجة وتسجيل هدف ثالث.
الهدف الثالث، الكل يشتكي من خطأ ارتكب على الحارس او من وضعية تسلل. الحكم الرابع يقول لا، الحكم الرئيسي يقرر بان الهدف شرعي. مورينيو سيختار ماذا يفعل الان. هاي الاعادة للكرة، رونالدو هنا على مرتين، كريم بنزيما، ولا شيء هنا، ولا شيء هنا. رونالدو يعود ويسجل، الحظ كان معه، يسجل هدفا ثالثا رائعا في زاوية مغلقة وفي وضعية صعبة. لا يفعلها إلا رونالدو، ولا يفعلها إلا الكبار عندما ينقذون نواديهم في ظروف صعبة مثل ما هذه يمر بها فريق ريال مدريد. يا له من رونالدو ويا له من ريال في هذا الشوط الثاني. الريال كان رائعا، 5 أهداف كاملة شاهدناها، قلت لكم بأننا سنشاهد أهداف كثيرة في هذه المباراة. والحكم بحراتهم وفنياتهم لعبوا بإرادتهم ولياقتهم. كريستيانو رونالدو يمرر لريكاردو كاكا، يضيف الهدف الرابع للريال. 4-2، 6 أهداف شاهدناها 7 دقائق قبل نهاية المباراة. الريال لن يترك البارسا إلى غاية اللحظات الأخيرة، لن يترك البارسا يفلت من لديه. ومورينيو التحدي الكبير هو له، لأنه عرف كيف يشحن لاعبيه في الشوط الثاني، وعرف كيف يغامر ويخرج مدافع ويدعم اللعب الهجومي وسط الميدان، ويتمكن من تعديل النتيجة وإضافة هدف ثالث ثم رابع. وعاد إلى جحره الآن خوان كارلوس غاريدو، لأن مورينيو هو المتفوق، وهو الذي يوجد على خط التماس، وهو الذي يصنع الحدث، وهو الذي يتبادل التهاني مع أنصاره، مع أنصار ريال مدريد. يا لها من مباراة. برينو الآن عنده الكرة.